كنت بشتغل مع فرقة هاني شنودة، وكنت بلعب جيتار معاه في الفرقة، وهو قال لي ان احنا هنشتغل مع واحد اسمه عمرو دياب، هنسجل معاه في استوديو 46 في الإذاعة. بس رحت هناك وتعرفت عليه في استوديو 46، كان لقاء بصراحة جميل. كنا بنعمل حتى أغاني لمسلسل، أنا فاكر كان مسلسل عمرو دياب عاملها. قالوا لي تعمل الأغاني بتاعتها. الأغاني بتاعتها كانت إيه؟ كانت أغاني زي اللي هي كانت اسمها الثانوية العامة، فكان لازم تعمل أغاني تعليمية. فالأغنية اسمها الأميبا، وأغنية مش عارف الأميبا خلية أولى بدائية إنما، الأميبا خلية أولى بدائية إنما، تتحور تتكور تبقى ملايين كلما، تتكاثر تتناثر زي أكرم السماء. الأميبا خلية أولى نولو نولو محندقة، سليولوز شفافية ورقيقة رقيقة، هي طبسة للخلية البشرية المبهمة. والأميبا خلية أولى بدائية إنما. عملت فزورتين وأنا كنت طالب في المعهد، والفزورتين دول انا جبت فيهم بقى وقتها، كان واحده اسمها حلاوه حلاوه واحده مش عارف ايه، انا فاكر كده جبت فيها فتحي سلامه وطارق مدكور وقتها. برجك ايه؟ برج الجزيره. بيقول لك ما تجيبش كان أول مرة أصور في حياتي وأول مرة أغني في حياتي كانت في مصر، لما جيت هنا في استوديو كان أغنية اسمها الزمن. زمن دي مع هاني شنودة، كان في استوديو محمد نوح. أول أغنية أصورها خالص كانت معايا الحاج فتحي عبد الستار، قال لي يا هاني أنت لو لعبت معاه بيانو على البيانو أنا أقدر أصوره. الزمن بينسى دايما، مع الزمن مفيش وعود، اللي كان عايش في قلبي النهارده ملوش وجود. الزمن ملوش صاحب، ملوش قلب ولا مشاعر، خطوته مشوار في قلبي عشت فيه دايما مهاجر. تاني اغنيه هو صورها بموتوسيكلات ولابس زي البانك بتوع امريكا وبتاع وعرقات. بحكي لكم عنها وصدقوني في كل كلمه قلتها، هي الحقيقه اللي في خيالي وفي كل لحظه عشتها. وانا فاكر ان اياميها كان في قابلت الاستاذ صلاح جاهين برضو مع الاستاذ هاني شنوده وقتها، واثنى على الحكايه دي. انا كنت متخوف ان هم طبعا فقال لي خليك كده وما هيغيروك وخليك زي ما كلمتين حلوين انا يعني مش متذكره، بس كنت فخور بيهم جدا جدا. والاستاذ صلاح جاهين قال له ايه؟ يا عم حلو قوي اللبس انت لابسه ده، مختلف، اوعى تخليهم يقنعوك ان انت ايه تلبس زيهم بقى وبتاع مش عارف ايه. بحس بيها بين وجودي وبين شفايفي بتبتسم، بحبك انتي انا هغني، والحبك انتي انا هغني. وبعد كده اشتغلت على ايه؟ على البوم غني من قلبك، وابتدينا نعمل مع فتحي سلامه. كان اول مره يوزع بعد ما كان بيوزع اغاني منير في فرقه يحيى خليل. غني من قلبك وقلبي، غني بالاتنين سوا، كلمتني وطمنتني قبل ما اجي هنا. بحس بيها بين وجودي وبين شفايفي بتبتسم، بحبك انتي انا هغني، والحبك انتي انا هغني. احنا اول البوم الحقيقه عملناه مع بعض اللي هو غني من قلبك، كان سنه 85، واعتقد انه خد شغل حوالي سنه بيني وبينه وبين الموسيقيين الموجودين، وخد
العديد من البروفات اللي بنعملها سوا. تراث البورسعيدي اللي انا اتاثرت بيه برضو جدا. بجيت بعد كده لما جيت هنا خدت بتغني لمين يا حمام، وخدت لا 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 كده، وعملت الحاجات دي. كان كل الناس بيحاولوا يروحوا مثلا لملحن مشهور او الحاجات يعني الفورمات التقليديه اللي كانت موجوده في الوقت ده. هو كان بيحاول يلاقي شيء جديد، شيء مختلف.